معكم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله سجد من في الأرض والسماوات. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، فخذ بنواصينا للبر والتقوى، واهدنا بهداك، واجعل عملنا كله في رضاك. وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على الرحمة المهداة والنعمة المزداة، الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد، جميل الذات وكامل الصفات وسيد السادات ونور الموجودات. يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، صل على سيدنا محمد وآله صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللناس جميعا عونا وفرجا وفرحا وشفاء وسرورا. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين آمين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام، في خير يوم طلعت عليه الشمس، في يوم الجمعة. ذلكم اليوم العظيم. ليه هو خير يوم طلعت عليه الشمس؟ سيدنا النبي قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كذلك أيضا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، اللي هي ساعة الإجابة اللي قبل غروب الشمس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا دائما في هذه الدنيا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية، ونحن ما زلنا في شهر رجب، ذلكم الشهر العظيم. ورجب من الترجيب، الترجيب يعني التعظيم، وزي ما تعلمنا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني إيه؟ يعني في مواسم كده طاعات، في أيام مباركات، في أيام فيها نفحات. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لنا: اغترفوا من هذه النفحات، الحق مواسم الطاعة الجميلة ديت وخد منها على قد ما تقدر. ليه يا رسول الله؟ قال: ألا فتعرضوا لها، للنفحات يعني والخيرات ديت، لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. في موسم من مواسم الطاعة، وانت في لحظة صدق وفي لحظة إخلاص ودعيت ربنا دعوة استجابها الله لك، خلاص مشاكلك كلها اتحلت. يعني انا يعني اسمحوا لي ان تكون الحلقة ديت، معلش سامحونا انها بدون اتصالات، عشان عايزين نتعرض ونستكمل مع حضراتكم نفحات شهر رجب. يعني لانه ربنا علمنا كمان في سورة ابراهيم في اولها كده: وذكرهم بايام الله. يعني لازم نعرف التاريخ، ولازم نتعلم الدروس والعبر من القصص. حتى القرآن يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بنقول عليه القصص مش القصص. شوف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وربنا علمنا في القرآن: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وربنا علمنا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام قصص السابقين، يقول له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. في شهر رجب
لا يخفى علينا انه كانت رحلتي الاسراء والمعراج، واحنا ما زلنا يعني نقتطف من ثمار هذه الرحلتين، من ثمار هاتين الرحلتين المباركتين، عشان نتعلم. لانه في الاسراء ربنا قال لنريه من اياتنا، فالنبي شاف حاجات عظيمه جدا في الاسراء. وفي المعراج قال لقد راى من ايات ربه الكبرى. انت متخيل حضرتك ان النبي يشوف الجنه ويشوف رضوان خازن الجنه الملك اللي على باب الجنه، ويشوف نماذج من الناس اللي دخل الجنه، يعني راى من ايات ربه الكبرى. طيب احنا محتاجين نتعرض لهذه الامور اللي شافها النبي عليه الصلاه والسلام، لانه فيها من الدروس ما فيها. طيب الاول، واحنا لما بنقرا قول الله تعالى في سوره الاسراء، في اول سوره الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. كم مسجد في الايه؟ مسجدين، المسجد الحرام بعدين المسجد الاقصى. ايه علاقه المسجدين دول ببعض؟ ايه علاقه المسجد الحرام بالمسجد الاقصى، والمسجد الاقصى بالمسجد الحرام؟ وايه مكانه المسجدين دول في قلب كل انسان مؤمن؟ مكانتهم عظيمه جدا. المسجد الحرام ده اول بيت وضع للناس، اول بيت اتبنى في الكره الارضيه لربنا سبحانه وتعالى. والمسجد الحرام بالبناء بتاعه وتجديد بنائه عبر التاريخ حوالي 12 مره. الملائكه بنته، سيدنا ادم، شيث ابن ادم، سيدنا ابراهيم ولده اسماعيل، العمالقة قبيلة جرهم، ايه قبيلة جرهم اللي منها اتجوز سيدنا اسماعيل، اللي نشأ فيهم سيدنا اسماعيل، واللي تعلم منهم العربية وتزوج منهم. قريش جددت بناء الكعبة، اخر بناء للكعبة اللي هو على صورته الحالية كان ايام الدولة العثمانية. لو تسمعوا عن سلطان اسمه السلطان مراد، السلطان مراد في الدولة العثمانية، جدد بناء الكعبة سنة 1040 هجريا، يعني من حوالي 4 قرون، من حوالي 4 قرون، لان احنا دلوقتي احنا في 1442 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام له مكانة كبيرة في قلوبنا، في قلب كل إنسان مؤمن. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات. زي إيه يا رب؟ المقام إبراهيم موجود في المسجد الحرام قدام الكعبة، ومن دخله المسجد الحرام كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. الحج يعني القصد، يعني علينا كلنا، لمن استطاع، كل من ملك الاستطاعة، الزاد والراحلة والطاقة المقدرة البدنية يروح البيت ده. الحج أي القصد. ولذلك لما رفع القواعد سيدنا إبراهيم، ربنا قال وأذن في الناس بالحج، فسيدنا إبراهيم قال له يا ربي أنا هأعلن الناس ان في حج، بس مين هيسمع صوتي؟ قالوا انت عليك النداء، انت عليك البلاغ، وربنا حيوصل للناس. فقام سيدنا ابراهيم صعد على جبل الصفا وقال ايها الناس ان ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، اي اقصدوه. مكانة المسجد الحرام، البيت الحرام، الكعبة المشرفة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. شوف مكانتها كبيرة في نفوسنا. ودعوة سيدنا إبراهيم لما كان الكعبة كانت بناء وما كانتش لسه اترفعت، يعني اترفعت القواعد بتاعتها، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
تهوي إليهم. ما فيش مؤمن ما نفسوش يروح الكعبة، ما فيش مسلم ما نفسوش يروح الكعبة حتى لو ما بيصليش. تخيل يبقى ما بيصليش ولك نفسي أزور بيت ربنا، قال يعني هو زار بيت ربنا اللي جنبه اللي تحت العمارة عشان يروح يزور بيت ربنا اللي هناك في مكة. يبقى إذن الآية لما تقول المسجد الحرام والمسجد الأقصى لازم نحيي، بركز بأكد على الجملة تاني، نحيي أهمية ومكانة المسجدين في نفوسنا ونفوس ولادنا. وألتقي بحضراتكم بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله، ابقوا معنا أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. هو كلام ربنا يعني لا يزال إلى يوم القيامة كل يوم نتعلم منه جديد، وكل يوم نقرأه قراءة جديدة. شوف الفاتحة على تاريخنا كله بنقرأها ولا نمل، لا نمل من تكرار الفاتحة. وكل شوية لما تتأمل القرآن ولما تتدبر القرآن ربنا يعلمك حاجة جديدة، سبحان الله. فإحنا في آية الإسراء ربنا ذكر لنا المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فبنقول لازم يا جماعة نحيي مكانة المسجد الحرام الأول في قلوبنا، أول بيت وضع للناس. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، تخيل يعني تصلي يوم واحد 5 صلوات 500,000 يعني نص مليون صلاة المسجد الحرام. يعني هذه البقعة المباركة، الحرم اللي من دخله كان آمنا، دي أرض فيها الخيرات والنفحات والبركات. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة بعد فترة غياب كان في المدينة المنورة ودخل وشاف الكعبة، قال لها ما أعظمك وما أعظم حرمتك. قد إيه الكعبة عظيمة، شوف إزاي البيت الحرام البيت المعظم اللي قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما فيناش حد ما نفسوش يروح المسجد الحرام. خد بالك بقى من الجملة اللي جاي، اسأل واحد كده راح المسجد الحرام كتير 10 مرات ولا 20 مرة يقول لك كل مرة ليها طعم مختلف، حاجة عجيبة سبحان الله. تخش المسجد الحرام انت لما توصل مكة بتوصل الفندق وبعدين تحط الحقائب بتاعتك وبتاع، بيبقى في شاشات كده فبتلاقي بث مباشر، او لو انت واخد غرفة مطلة على الكعبة تبص على الحرم كده تلاقي زحام رهيب، مش كده؟ تقول ايه ده الزحمة دي، تنزل تلاقي لك مكان بتطوف فيه وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك الأسباب، وتلاقي كل الناس كل واحد بيسأل الله أمرا. سبحانك يا رب حاجة عظيمة قوي الكعبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ألا يحرمنا من زيارة الحرمين الشريفين، اللهم أمين. طيب النقطة الثانية بقى المسجد الأقصى، وده برضو كم واحد فينا يعرف تاريخ المسجد الأقصى ومكانة المسجد الأقصى وأهمية المسجد الأقصى؟ كم واحد فينا يعرف؟ ده في ناس ما تعرفش أصلا شكله إيه، ده في صورة منتشرة لقبة الصخر، الناس بتتخيل أن قبة الصخر هي المسجد الأقصى، لا ده المسجد الأقصى في مسجد وبعدين تطلع من باب المسجد تطلع سلالم كده شوية تتمشى شوية تلاقي قبة الصخرة. إيه المسجد الأقصى ده اللي القرآن لما يتكلم عن المسجد الأقصى دايما تلاقي كلمة البركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعرف طبعا سيدنا إبراهيم ونعرف سيدنا لوط، سيدنا لوط يقول لسيدنا إبراهيم يا عمي، تخيل. طيب ربنا بيقول ونجيناه اللي هو سيدنا إبراهيم ولوطا اللي هو ابن أخوه إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض المباركة دايما القدس موصوفة في القرآن بالبركة. سئل بقى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة كده إيه يا رسول الله أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. سئل النبي السؤال الثاني،
ثم أي اللي بعده؟ قال المسجد الأقصى. طيب الصحابي بيقول لي قلت كم كان بينهما يا رسول الله ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال 40 عاما. يبقى أول مسجد وضع في الكرة الأرضية كان المسجد الحرام، تاني مسجد وضع في الكرة الأرضية كان المسجد الأقصى، المسافة الزمنية ما بينهم 40 سنة. طيب من أشهر الناس اللي رفعوا قواعد المسجد الحرام أو الكعبة المشرفة سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طيب مين بقى اللي بنى المسجد الأقصى وجمله وشيده؟ سيدنا سليمان. ولما بنى المسجد الأقصى سيدنا سليمان دعا الله 3 دعوات. رقم 1 سأل الله حكما يصادف حكم الله ويوافق حكم الله، فكان سيدنا سليمان لا يحكم في أي مسألة إلا وحكمه يوافق حكم ربنا سبحانه وتعالى. 2 سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وفعلا ربنا عطاله ملك، عطى لسيدنا سليمان ملك ما حدش خده ولا حد هياخده. شوف ازاي ربنا سخر له الريح وسخر له الجن، والجن كان مقسمهم فريقين، كل بناء وغواص، ناس جن بيبنوا وجن بيغوصوا في أعماق البحار والمحيطات بيجيبوا اللؤلؤ والمرجان. شوف مسخرين عنده، وسخرنا له الريح تجري بأمره. الريح سيدنا سليمان يأمرها تتحرك شمالية شرقية. عارف انت اخواننا بتوع الارصاد دي يقول لك الريح ماشيه ازاي، هو اللي كان يمشيها بقى سيدنا سليمان، تجري بامره. يا ريح احملي الشيء ده من النقطه الف وديه النقطه ب، تمتثل لامره. ايه كمان؟ علمنا منطق الطير، يكلم الطيور ويعرف لغتهم، وبتقرا في القران سوره اسمها سوره النمل، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إيه اللي حصل بقى من سيدنا سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها، سمعها. ما اوعى تقول لي بقى فلان بيسمع دبة النمل، مفيش حد بيسمع دبة النمل. دي بره المجال بتاعنا، احنا لنا مجال نسمع في المجال ده، ولنا مجال للرؤية من الأحمر للبنفسجي، الأشعة الفوق بنفسجية ما بنشوفهاش، والأشعة التحت حمراء ما بنشوفهاش. سيدنا سليمان سمع النملة وكلم وتفقد الطير، يعني مملكة الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد جه الهدهد فقال أحط بما لم تحط به. الهدهد بقى بيتكلم، طبعا انتوا متخيلين ان الهدهد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ما لو الهدهد قال كده احنا واحنا سمعنا ده هنفهمه، بس الهدهد دي ترجمة لكلام الهدهد. الهدهد بيتكلم بلغته، سواء بقى لغته زقزقة صوصوة، يعني أصوات معينة كده بيفهمها سيدنا سليمان. سبحانك يا رب، قال انت بتلاقي الطيور بتكاكل بعضها واحنا بنفهم حاجة، هي لما الطيور بتكاكل بعضها بينها لغة بتفهمها. العصافير لما بتصوصو ولا بتزقزق، زغزقت العصافير. ما كان في واحد اسمه أبو العتاهية، فصح الصبح كده أبو علقمة النحوي، أبو علقمة النحوي اسمه، أبو علقمة النحوي، صح الصبح كده فبيقول له الغلام، بيقول له يا غلام أصقعت العتاريف؟ الولد مش فاهم حاجة، فقال له زقفيلم. فقال له يعني إيه زقفيلم؟ قال له ويعني إيه سقعت العتاريف؟ قال له أقول لك أصحت الديكة؟ تقول أصحت الديكة؟ فالواد رد عليه قال له أنا قلت لك لا. قال له يعني يا زقفيلم يعني لا، ما زقفيلم دي مش كلمة أصلا. هو الواد قال لك عشان بيقول لي سقعت العتاريف، بيقول لي كلمة مش مفهومة، قمت أنا رد عليه بكلمة مش مفهومة. فسيدنا سليمان علم منطقة الطير. يبقى في 3 حاجات خدهم
لما رفع لما بنى المسجد الأقصى دعا ربنا ثلاث دعوات ربنا استجابهم له. واحد حكما يوافق حكم الله حصل، اثنين ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي حصل، الثالث بقى أنه سأل الله عز وجل ألا يأتي هذا المسجد اللي هو المسجد الأقصى أحد لا يأتي إلا للصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تخيل، شوف المسجد الأقصى اللي يروح الأقصى صلي فيه أي صلاة، ركعتين تحية، سنة وضوء، ظهر، ضحى، عصر، مغرب، عشاء، تهجد، قيام، أي صلاة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين. وألتقي بحضراتكم بعد هذا الفاصل بمشيئة الله، ابقوا معنا أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. مستمعين الكرام، أجدد لحضراتكم التحية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إيه حكاية المسجد الأقصى؟ عرفنا أنه تاني مسجد وضع في الأرض، عشان كده هتلاقوا قاعدة كده الناس حفظاها يقول لك إيه المسجد الأقصى أولى القبلتين. يعني إيه أولى القبلتين؟ خدوا بالكم، أول ما فرضت علينا الصلاة، الصلاة فرضت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، وفرضت فوق 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 فوق. ليه فرضت فوق الصلاة؟ وإحنا الكلام ده أشرنا لي من قبل، لعلو مكانتها. الصلاة كعبادة عالية جدا. هو إيه العبادات العملية اللي عندنا؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، صح ولا لأ؟ كويس. اللي معهوش فلوس سقط من عليه الحج، يبقى ثلاثة، الصلاة والصوم والزكاة. ما احنا قلنا معهوش فلوس يبقى سقط من عليه الزكاة، يبقى اثنين، الصلاة والصوم. طيب ما يقدرش يصوم، عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الكبد، عنده مشكلة في الكلى، ها خلاص ما يقدرش يصوم، الدكاترة قالوا ده ممنوع يصوم، خلاص يبقى ما يصومش، سقط عنه الصوم. اتبقى لنا ايه؟ الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام. النبي قال واعلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. تخيل، هي عماد الدين. طيب كويس قوي. فلما فرضت الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن تكون قبلتهم للمسجد الأقصى، وكان في مكة عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر بثلاث سنين بيصلوا ناحية بيت المقدس ناحية القدس، وكانوا في قلب المسجد الحرام وهم بيصلوا ناحية القدس. ازاي يعني؟ انتوا عارفين الكعبة ليها عدة اركان، الركن الحجر الاسود اللي بنبدأ من عنده الطواف، الركن الشامي، الركن العراقي، الركن اليماني. ما بين الركن اليماني وما بين والحجر الاسود، ما بين الركنين دول اللي يقف يصلي هتبقى الكعبة قدامه وبيت المقدس كمان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بيصلي في المنطقة دي، في المكان ده، هو في المسجد الحرام ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود. إيه اللي يحصل اللي يقف في ما بين الركنين دول؟ بتبقى الكعبة أمامه وكمان بيت المقدس. فيبقى المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين. يعني إيه ثاني المسجدين؟ يعني تاني مسجد وضع وبني في الكرة الأرضية. الناس بقى بتقول إيه؟ وثالث الحرمين. الجملة دي عايزة تعديل شوية. يعني إيه ثالث الحرمين؟ لا، إحنا عندنا حرمين اتنين، مكة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال أولم نمكن لهم حرما آمنا. ده حرم، إبراهيم حرم مكة. يعني إيه حرم؟ يعني لو لقيت وردة ما أقطفهاش، لو لقيت نبت أخضر ما أقطعوش، ما أقطعش شجرة في مكة، لو لقيت طير ما أصطادوش. شوف إزاي تبقى جريمة، يبقى اعتداء على الحرم. لو لقيت لقطة حاجة واقعة ما شيلهاش، يعني لو لقيت لو لقيت محفظة واحد ما شيلهاش إلا للتعريف، يا فلان يا حاج في حاجة وقعت منك،
لقطة الحرم لا تلتقط. لو لقيت سبحة ما شلهاش من الأرض أسيبها، صاحبها هيلف يلف ويرجع يشيلها هو، لأنه ده منطقة حرم كويس قوي. ده مكة. طب المدينة حرم برضو، واللي حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أما إن إبراهيم قد حرم مكة، ألا وإني حرمت المدينة. ولذلك وانت داخل المدينة المنورة، لو وصلت عن طريق المطار وانت في طريقك من المطار للمسجد النبوي، هتلاقي عند نقطة معينة كده يقولك حد الحرم، بداية حد الحرم. أول ما تحط رجلك انت في حرم خلاص. لو لقيت شجرة ما قطعهاش، طير ما اصطادوش، حاجة وقع ما شلهاش، منطقة حرم، أتأدب بقى. طب هل المسجد الأقصى كده؟ الإجابة لا. يعني إلا أنه المسجد الأقصى وأي جامع في الدنيا، أي مسجد في الدنيا له حرمته. أنت لو دخلت الجامع اللي تحت بيتكو تحت العمارة، اسمه له حرمته. إنما إحنا بنتكلم عن خصائص الحرمين الشريفين، هل هي تنطبق على المسجد الأقصى؟ الإجابة لا. طيب المسجد الأقصى الصلاة فيه بـ500 صلاة. كان للنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جارية خادمة اسمها ميمونة بنت سعد، قالت له يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. يعني قلنا إيه بيت المقدس؟ قال هو أرض المحشر والمنشر. إيه الحشر؟ مش احنا بنقرأ في القرآن الحشر والنشور، وبعدين في سورة عبسة يقول إيه؟ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء إيه أنشره. إيه النشور؟ ونقرأ في القرآن قل بلى وربي لتبعثن. في عندي بعث وفي نشر وفي حشر، التلت كلمات دول. إيه البعث؟ إحياء الله الموتى من قبورهم، ده اسمه بعث. اتفقنا؟ الناس لما تصحى من القبور ده اسمه إيه؟ بعث. طب والنشر هو إظهار هذا البعث، إظهاره. عارف زي إيه؟ لما أجي أقول لك إيه؟ أنت سمعت عن قانون المرور الجديد؟ ده قانون المرور بيقولوا إنه اللي هيبقى سايق وفي إيده ساندوتش مثلا، يعني هيدفع غرامة 500 جنيه مثلا، أنا بدي مثال. طيب أنا قلت لك معلومة، القانون ده بقى ما يسريش حتى ينشر في جريدة رسمية. النشر ده اللي هو إظهار القانون. هنفترض دلوقتي إن مجلس الشعب، مجلس النواب عنده مشروع قانون اسمه مشروع قانون. طيب لو توصلوا إليه وصوتوا عليه واعتمدوا القانون ده، اعتماد القانون خلاص عرفنا إن فيه قانون. لا، لما ينشر بقى في الجرائد الرسمية يظهر للناس يبقى ده اسمه نشر. عشان كده الظهور اسمه نشر. يبقى البعث إحياء الله الموتى من قبورهم، النشر ظهور هؤلاء البعث الناس دول. طيب الحشر بقى، الحشر هو الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ان الناس دي كلها تيجي تتجمع في نقطة واحدة اسمها أرض المحشر. فالنبي لما ستنا ميمونة خادمة رسول الله، مولاة رسول الله ستنا ميمونة بنت سعد، قالت له يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، قال هو أرض المحشر والمنشر. البقعة دي هنحشر هناك كده ازاي بقى؟ والطريقة ازاي؟ ما ربنا قال لنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هتبقى شكلها ايه؟ الأرض نفسها أرض المحشر دي زي ما النبي قال هتبقى أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. يعني ايه بيضاء عفراء كقرصة النقي؟ يعني زي رغيف الخبز، يعني زي العيش الابيض اللي محمر شوية كده، وليس فيها معلم لأحد. ارض المحشر دي يعني لما نروحها مش هنادي على بعض، يعني مش انا هوصل وبعدين الاقي ميدو جاي يقول يا ميدو تعالى جنبي، يا حاج محمد، يا ابراهيم، يا حاجة فلانة تعالوا جنب مع بعض كده، فيش حاجة اسمها كده. كأنهم جراد منتشر، فيش حاجة اسمها كده خالص.
يوم يخرجون من الأجداث سراعا، كله خارج من القبور يجري 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 لحد ما يوصل أرض المحشر، يوم واقف في النقطة اللي ربنا بيريدها سبحانه وتعالى. بعد المحشر بقى يبقى في الحساب والميزان وهكذا. فالنبي لما سئل عن بيت المقدس قال هو أرض المحشر والمنشر. إذن هو أولى القبلتين، هو ثاني المسجدين، هو الصلاة فيه اللي يصلي فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة زي ما النبي أخبر عليه الصلاة وأزكى السلام. المكان مكان مليء ومحفوف بالبركة، حتى النبي قال إيتوه فصلوا فيه، روحوا صلوا في المسجد الأقصى. فطب يا رسول الله لو ما قدرناش، غلبنا العدو، مش تحت إيدينا المسجد الأقصى، طب ما قدرناش نروح يا رسول الله نعمل إيه؟ قال فبعثوا بزيت يسرج في قناديله، يعني عمروا المسجد الأقصى. النهاردة اقعدي مع ابنك ولا بنتك قل له ده في المسجد الأقصى، ده البركة كلها اللي بناه سيدنا سليمان، المسجد الأقصى ده اللي يصلي فيه خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، المسجد الأقصى ده مصر سيدنا النبي، النبي أسري به إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى ده كان أولى القبلتين، أول قبلة كنا بنتوجه ليها، المسجد الأقصى ده اللي النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم أو خالفهم. في ناس كده مرابطين، في ناس يعني متمسكون بهدي رسول الله، في ناس جمال جدا، دول فين؟ قال لك بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ألتقي بحضراتكم بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله، ابقوا معنا أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. مستمعينا الكرام أجدد لحضراتكم التحية، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. لما تقرأوا في سنن الترمذي هتلاقوا إنه النبي كلمنا عن هذه الرحلة المباركة، الرحلة الأولى اللي هي رحلة الإسراء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، هو القرآن بيقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا مكانة المسجد الحرام في قلوبنا، وأكدنا وذكرنا بعض بأهمية وعظمة ومكانة المسجد الأقصى في قلوبنا. اللهم رده إلينا يا كريم وارزقنا فيه صلاة يا أرحم الراحمين. طيب النبي كان في المسجد الحرام، هو لما هتقرأ الروايات بقى يقولك النبي كان عليه الصلاة والسلام في بيت السيدة أم هانئ. أم هانئ دي بنت عمته وبنت عمه، اسمها السيدة فاختة بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب، أخت سيدنا علي بن أبي طالب وأخت سيدنا جعفر بن أبي طالب وهكذا. طيب كان لوحده؟ لا، كان معاه سيدنا حمزة عمه. يقرب إيه الفاختة؟ هي بنت أخوه، يعني ستنا أم هانئ تقول لسيدنا حمزة يا عمي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا حمزة يا عمي، وفي نفس الوقت سيدنا حمزة أخو النبي في الرضاعة، فكان عمه وأخوه في نفس الوقت. طيب ومين كمان كان موجود؟ سيدنا جعفر أخو السيدة فاختة اللي هو جعفر بن أبي طالب، يعني هم دول كانوا موجودين مع بعض، النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا حمزة، وبنت أخوه، بنت أخو سيدنا حمزة اللي هي سيدة فاختة بنت أبي طالب، وأخوها اللي هو سيدنا جعفر بن أبي طالب، اللي فيما بعد عرفنا أنه جعفر الطيار لأنه استشهد في غزوة مؤتة والجيش العدو قطعوا له ايد اليمين لما كان مسك الراية فمسكها بيده الأخرى فقطعوا له ايديه فمسك الراية بعضديه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه جعفر أبدله الله عوضا عن ذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. لحد النهاردة بقى خلاص ما بنقولش جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، بنقول سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه. ولحد النهاردة امتداد العيلة بقت اسمها الطيار، وعيلة موجودة دلوقتي في أرض الحجاز، وإخواننا وحبايبنا ولهم منا كل احترام وتقدير، عيلة الطيار اسمهم كده، وامتدادهم لسيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه. طيب فلما النبي كان في بيت السيدة أم هانئ جاله بقى سيدنا جبريل وأخذوا من بيت أم هانئ
ودى المسجد الحرام صلى صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت الرحلة من المسجد الحرام. رايح فين؟ قلنا المسجد الأقصى عن طريق إيه؟ البراق. إيه هو البراق؟ دابة فوق الحمار ودون البغل لونها أبيض، تضع حافرة عند منتهى بصره. وهو في الطريق بقى كان له ثلاث محطات، ما ننساش ثلاث محطات في طريقه إلى المسجد الأقصى. المحطة الأولى المدينة المنورة، صلى ركعتين هناك وتقال له إن ده هيبقى مكانك. المحطة الثانية عندنا، اللهم لك الحمد، عندنا طور سنين، الأرض المباركة، البقعة اللي ناجى فيها سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. البقعة اللي ربنا قال لسيدنا موسى اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. طبعا سيدنا جبريل هو اللي قال للنبي يا محمد انزل فصلي في هذا الوادي، صلي هنا، صلي ركعتين هنا. يبقى دي المحطة رقم كام دلوقتي؟ احنا قلنا خرج من المسجد الحرام مرورا بالمدينة المنورة، ما كانش بقى لسه اسمها المدينة المنورة، صلى. طبعا المشرف على الرحلة والمرافق لسيدنا النبي في الرحلة وسيدنا جبريل، يقول له صلي هنا، النبي صلي صلى الله عليه وسلم. اتحرك جاف عند مكان كده، قال له انزل صلي في هذا الوادي. ايه ده؟ قال له ده طور السنين، ديت البقعة الوحيدة اللي شافت نور ربنا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وخذوا بال حضراتكم قبل قيام الساعة لما هيجي يأجوج ومأجوج وهيظهروا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يأجوج ومأجوج دول هيخرجوا كده كالأمواج، أي حاجة في سكتهم، أي حاجة هيحصل لها إبادة، يأجوج ومأجوج دول هيمروا على بحيرة اسمها بحيرة طبرية. البحيرة دي طولها 30 كيلو وعرضها 4 كيلو مليانة مية، يعني 120 كيلو متر مكعب مية، وهم معدين عليها يأجوج ومأجوج هيشربوها. آخر دفعة جاية، اعتبر كأنه زي الجيش كده، آخر دفعة لسه جاية، يقولون كانوا يقولون أنها هنا ماء. تخيل 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 كتيبة مثلا معدية على بحيرة، ها، فالدفعة الأولى شربت البحيرة 120 كيلو متر مكعب مية يشربوها، واللي جاي في الآخر ما لحقش حاجة. يقول لك كانوا يقولونها هنا ماء، لدرجة أنه ربنا هيقول لسيدنا عيسى لا يداني لأحد بقتاله، ما حدش يقدر يقف وش يأجوج ومأجوج. عارف سيدنا عيسى ياخد المؤمنين يروح بهم فين؟ يروح بهم الطور عندنا في مصر. يا سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى المحطة الأولى كان مرورا بالمدينة المنورة، المحطة الثانية مرورا بالوادي المقدس وطور سنين، هذه البقعة المباركة اللي وكلم الله في عند هذه البقعة وكلم الله موسى تكليما، والطور وإذ نتقنا الجبل فوقهم، الطور ده اترفع من مكانه، أقل جبال الأرض طولا، خد بالك الطور ده جبل مش طويل، أقل جبال الأرض طولا وإنه لأعظم عند الله قدرا ومنزلة. من أعظم الجبال عند ربنا في الكرة الأرضية الطور. ليه؟ واحد يقول لك ايه يا عم انت ايه يا شيخ وانت عشان من مصر يعني؟ لا، ربنا أقسم به، قال والطور، الله عظيم لا يقسم إلا بعظيم. واحد قال مين قال ان الطور ده بتاعكم؟ طب ما تزعلش، والتين والزيتون وطور سنين، خلاص كده مفيش طور سنين في الكرة الأرضية إلا عندنا في مصر، شوف إزاي. فنزل النبي صلى ركعتين في هذا المكان المبارك، كويس، استكمل الرحلة بتاعته مرورا ببيت لحم. إيه بيت لحم؟ المكان اللي اتولد فيه سيدنا المسيح عيسى ابن مريم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، سيدنا عيسى، يعني اللي ربنا قال في القرآن في سورة مريم على لسان سيدنا عيسى نفسه، هو رضيع وهو في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعلني مباركا أينما كنت. البركة كلها ده احنا لما بنتكلم عن سيدنا عيسى بتحصل لنا البركة والله. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شوف ربنا بيقول إيه؟ ذلك عيسى بن مريم سيدنا المسيح اتولد فين؟ في بيت لحم. فبرضو دي كانت محطة من محطات رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى مر بالمدينة، مر بطور سنين اللي النقطة اللي سيدنا موسى نجى ربنا فيها، ومر ببيت لحم اللي اتولد فيه سيدنا المسيح، وبعد كده وصل لحد بقى ايه القدس الشريف وقابل كل الأنبياء وصل بهم. حضراتكم كده ما لاحظتوش حاجة؟ ما لاحظتوش حاجة ايه؟ انه سيدنا موسى جاء ليقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا عيسى جاء ليقول للناس اعبدوا الله ربي وربكم. اقرأ كده في آخر سورة المائدة سيدنا عيسى بيقول لربنا إيه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني وحدة الرسالات. ربنا بيقول إيه؟ إنه ما فيش نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول، بيقول النبي كده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. إيه الوحي اللي جاي من ربنا لهذا النبي أو لهذا الرسول؟ أنه لا إله إلا أنا، ما فيش إله إلا ربنا. نعمل إيه؟ فاعبدون، نعبد ربنا. يبقى وكأنه إشارة إلى وحدة الرسالات. طبعا سيدنا موسى رئيس أنبياء بني إسرائيل، سيدنا عيسى قال يعني وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني هو مصدق للي قبله، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مصدق للي قبله. شوف إزاي، فوحدة الرسالات. كل الأنبياء، كل أنبياء ربنا جهم عشان يقولوا للبشرية، لكل البشرية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا دي وحدة الرسالات. طبعا بقى الشرائع مختلفة، التوجيهات بقى، دول يصلوا ازاي، دول يعملوا ايه، دول يعبدوا ربنا ازاي، الشرائع مختلفة، لكن الهدف الغاية العقيدة واحدة اللي هي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. ألتقي بحضراتكم بعد هذه الاستراحة بمشيئة الله، ابقوا معنا أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. لنريه من آياتنا. النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بيقول لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، وهو في الطريق صلى الله وسلم وبارك على سيدنا النبي. احنا عرفنا خط سير الرحلة، المسجد الحرام، مر بالمدينة المنورة، عاد على طول السنين في مصر الحبيبة، مصر الكنانة، مصر المحروسة، وبعدين في فلسطين عدى على بيت لحم المكان اللي اتولد فيه سيدنا عيسى عليه الصلاة الله، وبعد كده وصل للمسجد الأقصى. فالنبي شاف حاجات كتير بقى من الحاجات اللي مرت بيه وهو في ليلة الإسراء. قال مرت بيه رائحة طيبة، شم ريحة حلوة جدا جدا. مين اللي معاه في الرحلة؟ سيدنا جبريل. قال ما هذه الرائحة يا أخي يا جبريل؟ إيه الريحة الحلوة ديت؟ قال ديت ده قبر ماشطة بنت فرعون. إيه ماشطة بنت فرعون دي؟ دي امرأة جميلة كانت في مصر، وكانت في قصر فرعون، وكانت مسؤولة عن بنت فرعون، كانت بتمشط لها شعرها، بتسرح لها شعرها. ففي يوم من الأيام، وكان فرعون بيقول إيه بقى؟
أنا ربكم الأعلى. وقال كمان ما علمت لكم من إله غيري. فرعون قال كده. فالماشطت بنت فرعون الست الجميلة ديت وهي بتسرح شعر بنت فرعون، المشط وقع من إيديها، فبتجيب المشط فبتقول بسم الله. فقامت بنت فرعون ردت قالت لها أبي أبويا؟ قالت لها لا أبوك مين؟ الله ربي وربك ورب أباك. ربنا ربنا كلنا، ربي وربك يا بنتي ورب أبوك شخصيا. قال هو في إله غير أبي؟ قالت لها إله الكون كله ربنا سبحانه وتعالى، ما في إله إلا هو. فقامت البنت راحت قالت الكلام ده لمين؟ لأبيها. فجابها فرعون. ازاي؟ قالت له اشهد ان لا اله الا الله، ما فيش اله الا ربنا، ارجع عن اللي انت فيه. لا مش هرجع، هعذبك. قالت له اعمل اللي انت عايزه. عندها ولادها بقى ومعاها طفلة رضيعة، فجاب اول واحد من ولادها، طبعا اشعلت النيران بقى، وجاب ابنها الكبير. ها هترجع ولا ارمي ابنك؟ هحرق لك ابنك. قالت له أشهد أن لا إله إلا الله، أم رمى ابنها. اللي بعده ابنك الثاني، أشهد أن لا إله إلا الله. الثاني في الثالث في الرابع، لحد ما وصلوا للرضيع اللي على كتفها شايلة ابنها رضيع. فالأم لما تيجي تاخد من ابنها الرضيع مشاعرها كلها بتهتز ووجدانها بيهتز. عشان كده القرآن لما تكلم عن أحداث يوم القيامة قال يوم تذهل ها كل مرضعة عما إيه؟ أرضعت. يعني لأنه أصعب مرحلة عند الأم وهي ماسكة ابنها الرضيع بترضعه، يعني ما تجيش ناحيتها في الجزئية دي. فجوهم ياخدوا الرضيع ابنها من على كتفها، فالست كده كأنها إيه؟ يعني بتشاور نفسها، ده رضيع، ده طفل، ده مسكين. فربنا أنطق الرضيع ده الطفل ده، قال لها أثبتي يا أماه فإنك على الحق. يا سبحان الله، من الذين تكلموا في المهد. احنا عارفين انه في اكثر من طفل تكلموا في المهد، منهم سيدنا المسيح تكلم في المهد، ومنهم الطفل ده بتاع ماشطة بنت فرعون ربنا أنطقه، ومنه برضو قصة جوريج العابد ده كان في بني إسرائيل في الأمة اللي قبلنا، كان راجل عابد وله صومعة بيعبد ربنا فيها، وبعدين أمه تيجي يا جوريج يا جوريج، تيجي تبص عليه ما بيردش ليه؟ بيصلي. مرة تانية تنادي عليه يا جوريج ما بيردش، تيجي تبص عليه ليه؟ بيصلي. مرة تالتة تنادي عليه يا جوريج، تيجي تبص عليه ليه؟ بيصلي. يعني أنت عامل لي صلاة 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 وعمال أنادي عليك. فقالت له فقامت دعوه عليه دعوه كده، باب السماء كان مفتوح، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. يعني ربنا يعافينا، اللي هي الست البغية، يعني اللي ايه اللي بتضحي بشرفها وبعرضها. فبنو اسرائيل قاعدين في يوم بيتكلموا مع بعض وعمالين يقولوا ده جوريج ده راجل عابد، ده راجل تقي، ده راجل زاهد. قالوا بقى مفيش حد فينا قادر يفتنوا، حاولوا ان هم يخرجوه من الزهد والعبادة ما قدروش. فقامت في بقى واحدة ست كده قالت لهم انا هغوي. فحاولت بشتى الطرق انها يعني ايه توقعه في الفخ يعني، وانها تدعوه الى نفسها، لكن كان ربنا بيعصمه زي ما عصم سيدنا يوسف، ربنا بيعصمه، ده راجل بيعبد ربنا. فقامت الست ديت ارتكبت الفاحشة مع راعي غنم وحملت منه، وجات بقى في وضح النهار كده في بني اسرائيل، دي جوريج اللي انتوا بتقولوا عليه عابد، الواد اللي في بطني ده ابنه، وولدت الولد ده، قالت ده ابنه. قامت الناس كلها خارجة وعمل لنا شيخ وعمل لنا تقي وعمل لنا زاد، قاموا مكسرين الصومعة بتاعته هدينها تماما ونازلين في ضرب. يا جماعة بتضربوني ليه؟ قالوا انت عمل لنا تقي وورع وانت ارتكبت الفاحشة مع واحدة
وحملت وولدت وانت مش معترف بابنك؟ قال لهم فين ده؟ فين ده؟ اهو جابوا الست ومعاها بقى بيبي بيرضع يعني، اهو ابنك اهو. قال لهم ده ابني انت يا قد. عارف انت، انت يا ابني مين ابوك؟ فانطق الله الطفل الرضيع قال ابي فلان اللي هو راعي الغنم. قامت الناس قعدت تعتزل لجريج بقى وتتمسح فيه وحقك علينا ونبني صومعة لك من ذهب. قال لهم شكرا مش عايز، رجعوا لي صومعتي زي ما كانت. فده من 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 وعلى فكرة كنوا فاكرين الكلام ده، انا جايبه صبحت الصبح كده لقيت ورقة محطوطة تحت المخدة فقمت جايبها. ده النبي اللي علمنا كده عليه الصلاة وأزكى السلام عن قصة هذا العابد. نرجع مرجعنا بقى انه سيدنا المسيح اتكلم في المهد، وماشطة بنت فرعون الست اللي كانت بتسرح شعر بنت فرعون لما افصحت عن عقيدتها وانها بتعبد ربنا وحده لا شريك له، وجي فرعون قتل ولادها واحد واحد قدامها لحد ما جي ياخد الطفل الرضيع منها، فهي كانت يعني قلبها كأنه بيتخلع منها، فانطق الله هذا الرضيع وقال اثبتي يا امه فانك على الحق. فقام وقامت ثابته، قام واخدين رضيعها كمان مموتين، وجيت دور عليها بقى فقالت له لفرعون بقى قالت له انا خدمتك، خدمت في القصر بتاعك سنين عمري وكنت أمينة ووفية على بنتك، بما انك خلاص موتت ولادي وحتموتني انا كمان دلوقتي، انا ماليش عندك غير طلب واحد. قال لها اطلبي. قالت له تجمعنا كلنا وتحطنا في تربة واحدة. مش انت حرقتنا؟ تجمع البقايا بتاعتنا دي كلها تحطنا في تربة واحدة. قال لها لك علي ذلك. خلاص يا جنود اول ما تخلصوا خدوا الدنيا دي كلها، خدوا الموضوع هي الست باولادها بعد ما اتحرقوا مات احطهم في تربة واحدة. لحد ما شوف الكلام ده منين 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 منين؟ من ايام فرعون. يا الله، من ايام فرعون. سبحانك يا رب. شوف احنا ده احنا بنيجي نقول احنا عندنا حضارة 7000 سنة، يعني الاف السنين، آلاف السنين، لحد ما جه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الإسراء والمعراج ويشم ريحة القبر الطاهر، القبر الزكي، الست المجاهدة، الست المصرية العبقرية، الست المؤمنة الموحدة بالله. عشان كده بنقول أي حد، والله العظيم شهادة حق، قد إيه قد إيه المرأة المصرية وغيرها. إحنا هو أنا لما بتكلم عن المشهد ده انا ما بقدحش في اخواتنا اللي من جنسيات اخرى، احنا بنحكي مشهد النبي شم ريحه القبر بتاعه. الست دي ايه بقى؟ كانت في مصر. الست دي توقفت امام فرعون بجنودي برجالته، عرفتها شبابنا يقولك بسلطاته بابا غنوجه، وقفت قدام فرعون بجبروته وقالت اشهد ان لا اله الا الله، وقدمت روحها وروح اولادها قبلها فداء لعقيدتها. ايه الست الجميلة ديت؟ فاصبحت مضربا، مضربا للمثل، يضرب بها المثل لحد يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انا شميت ريحة القبر الطاهر ده. يعني سلام الله على هذه السيدة الجميلة، السيدة المصرية اللي نموذج يحتذى به. خلونا نطلع لفاصل ونعود الى حضرتكم بعده بمشيئة الله، ابقوا معنا اكرمكم الله. انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. مستمعينا الكرام اجدد لحضراتكم التحية، واحنا بنتكلم عن الرحلة العظيمة رحلة الإسراء. احنا تقريبا ما تعرضناش في حلقتنا النهاردة للمعراج، احنا تعرضنا له من قبل الحلقة الماضية وبنتكلم عن الإسراء. عرفنا مكانة المسجد الحرام، عرفنا احنا عارفينها بس كنا بنذكر نفسنا، عرفنا مكانة المسجد الأقصى اللي هنحييها في قلوبنا وقلوب ولادنا ونذكرهم قد ايه المسجد الأقصى، واجيب صورة عندي في البيت كده وابقى حاططها واقول لابني ده المسجد الأقصى اللي ان شاء الله ربنا هيمن علينا ويفتح لنا الطريق ويرد إلينا ونروح نصلي في المسجد الأقصى المبارك اللي يصلي فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعرفنا المحطات اللي مر بيها النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الإسراء
أو انتقاله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مر بثلاث محطات في الطريق: المدينة المنورة، مصر المحروسة، في فلسطين بيت لحم. يبقى مر خرج من مكة مرورا بالمدينة صلى، من المدينة طلع مرورا بطور سنين هذه البقعة المباركة، جبريل قال له انزل صلي هنا ركعتين، خرج مرورا ببيت لحم هذا المكان المبارك اللي اتولد فيه سيدنا عيسى صلوات الله عليه، وبعد كده راح المسجد الأقصى صلى بالأنبياء إماما. شاف شم النبي رائحة طيبة زكية تخرج وصلت لحد عنده الريحة، قال له إيه ده يا جبريل؟ قال له ده قبر ماشطة بنت فرعون اللي احنا حكينا قصتها. طيب إيه كمان؟ لقى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مرة أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقارض من حديد، والعياذ بالله. عارف شفايفهم وألسنتهم بتتقرض بمقارض من حديد زي إيه المقارض؟ عارف بيسموها إيه إخواننا الحدادين؟ اعتبروها زي المقص، حاجة كده يعني، حاجة بتقرض زي الحاجات اللي بتقرض الحديد كده، شوف إزاي زي اللي بتقطع الحديد، بتتقطع وتتقرض الشفايف بتاعتهم وألسنتهم. إيه ده يا أخي جبريل؟ ده موقف صعب جدا. من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة. مصيبة سودة. الطبيعي إن اللي بيخطب خطاب يجمع مش يشتت، خطاب يوحد مش يفرق، خطاب تصالحي مش تصادمي. فدي رسالة بوجهها لنفسي وللدعاء. انت بتقول قال الله وقال الرسول، الخطاب اللي يعمر مش اللي يدمر، الخطاب اللي يؤلف بين القلوب. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الخطاب اللي القرآن لما يقول لي إن هذه أمتكم أمة واحدة، لما يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الخطاب اللي لما بتقرأ أول سطر في القرآن كله في الفاتحة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الإيه العالمين، رسالة عالمية، العالمين رب العالمين. وبتقرأ آخر سورة اسمها سورة الناس، إن مش اسمها سورة المسلمين، اسمها سورة الناس. فإحنا مش عايزين خطاب يدعو إلى الفتنة أو إلى الكراهية أو إلى العنصرية، لا. الخطاب المتزن مع أخذ الاعتبار إنه العقيدة لا تتلون، ما بتتغيرش، العقيدة ثابتة. يعني إيه العقيدة؟ قل يا أيها الكافرون، الكافرون هم الكافرون والمؤمنون هم المؤمنون، مش هنعملهم كوكتيل لبن سمك تمر هندي، لا، ما فيش الكلام ده. لكم دينكم ولي دين، أنا بحترم الآخر وبساعده وبتعاون معاه وما بزعلوش، ما بقولوش ان انت عقيدتك مية مية، لا، العقيدة الفاسدة فاسدة. العقيدة خلاص يا سيدي، لكم دينكم ولي دين، واحد له معتقده، انا بحترم معتقد الاخر، اي ان شاء الله يكون بيعبد فار، انا ماليش دعوة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بس بتعامل معاه من جانب الانسانية، ده انسان بعمله كويس. ليه؟ لانه انسان. وإلى عاد أخاهم هودا، ربنا قال كده. عاد مين عاد دول بقى؟ تدينا معلومات عن عاد يا رب. قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهمت انت ايه عن عاد؟ ناس وحشة. طب وأخاهم هودا، مين هود؟ هود صلى الله على سيدنا هود، اللهم صل على سيدنا هود، ده نبي عظيم من أنبياء الله، وفي سورة في القرآن باسمه اسمها سورة هود، سورة مكية. وما اللي قال أخاهم؟ إزاي عاد الوحشين دول نقول أخاهم هودا؟ أخاهم في القبيلة، من نفس القبيلة، أخاهم في الإنسانية، أخاهم في الوطن. فده يعلمنا خطباء الفتنة اللي بيأججوا نار الفتن ما بين الناس.
تخيل ان احنا نسمع درس دين، المفروض انا سمعت درس دين او برنامج ديني اقوم كده مطمئن النفس مستريح البال، ازداد خشوعا لله وازداد قربا لله وازداد تعاونا مع الناس وازداد احتراما للناس. لما ربنا يقول لي ولقد كرمنا، ايوة مين يا رب اللي كرمتم؟ بني ادم. بني ادم دول بقى منهم المؤمن وغير المؤمن، منهم اللي بيعبد ربنا واللي بيعبد شجرة واللي بيعبد نار، ماليش دعوة. أنا ما بوافقوش في العقيدة بتاعته، أنا مش موافق على العقيدة بتاعته. شوف إزاي. طيب ويجي بعض الناس بقى يقولك إيه، ما أصل أنت لما بتعامله كويس أو بتحسن إليه ده نوع من أنواع المشاركة، كأنك بتوافقوا على العقيدة بتاعته. إيه الكلام الفاضي ده؟ مين قال؟ يعني لو واحد اتعين وزير فبقول له ألف بركة مبارك الوزارة يا معالي الوزير، كده أنا حشركه في الوزارة؟ على رأي الشيخ حبيبنا بيقول لك أنا أولا لو بقول للواحد اتجوز ألف بركة أولا كده حشركه في زوجته لا سمح الله، مراته ملهاش علاقة بالمشاركة، ملهاش علاقة بالمشاركة. فالعقيدة عشان بس تبقى الأمور واضحة، احنا تعاملنا مع الناس ليس على أساس العقيدة إنما على أساس الإنسانية، على أساس إنه هو ابن آدم وأنا ابن آدم، على أساس الأخوة، كلكم لآدم وآدم من تراب. إنما عقيدته أنا ماليش دعوة بيها، وما بقول ما بسقفلوش أقول له أنت على فكرة، على فكرة موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي اللهم صل عليهم جميعا وكل من له نبي يصلي عليه. لا مش كل من له نبي، موسى نبي بتاعنا وعيسى نبي بتاعنا وسيدنا محمد نبي بتاعنا وسيدنا نوح نبي بتاعنا وسيدنا إدريسنا، كلهم أنبياء الله لا نفرق بين أحد إيه من رسله، وإن كان آخر لا يعترف بده شيء يخصه، إنما الإحسان إلى الناس جميعا، التعاون مع الناس جميعا. الوقت بيمر مع حضراتكم بسرعة رهيبة جدا، احنا تعلمنا كام درس كده من الإسراء، رحلة الإسراء العظيمة. ما ننساش احنا النهاردة يوم الجمعة، أذكر نفسي وحضراتكم اللي لسه ما لحقش يقرأ سورة الكهف، عندنا مساحة ان احنا نقرأها، فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وما ننساش يعني نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى طبيب الأسقام وإمام الأنبياء الأعلام ومسك الختام وبدر التمام وماحي الظلام وخير الأنام وحبيب الملك العلام عليه الصلاة وأزكى السلام، أكثر من الصلاة على رسول الله فهي طب للقلوب، فمن أكثر من الصلاة على رسول الله كفي همه وغفر له ذنبه. كذلك الساعة اللي قبل غروب الشمس ساعة الإجابة، يعني أكثروا من الدعاء في هذه الساعة، على الله يستجيب لنا. ادعوا للمرضى وادعوا للموتى وادعوا للمكروبين وادعوا الأوطاننا وادعوا أن ربنا يؤلف القلوب ويجمع كلمتنا وتبقى كلمة سواء ونبقى على قلب رجل واحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM، نجوم FM على كيفك.